استماع للانشغالات يعني كل الحاضرين من كل اطياف المجتمع المدني على مستوى ولايه الجلفه وكل الفاعلين في هذا المجال طبعا. واليوم تم التطرق الى الاليه الجديده اللي يطرحها المرصد الوطني للمجتمع المدني وهي المنتديات المحليه للمجتمع المدني. فهذه المنتديات هي فرصه تضاف الى الفرص الاخرى الموجوده، وان تكون هناك ديمقراطيه تشاركيه، يكون هناك مشاركه فعاله للمجتمع المدني على المستوى المحلي في التنميه المحليه، فيها رفع انشغالات المواطنين، في المساهمه في استقامه مؤسسات الدوله. ومره اخرى الشكر لسيد رئيس الجمهوريه الذي كان هو المبادر والذي هو يعني كان فتح لنا الطريق وارسم لنا الطريق لي ان شاء الله نصل الى مجتمع مدني فعال يساهم بفعاليه في صناعه جزائر جديده يشارك فيها الجميع ويجد كل واحد فيها ضالته ويجد فيها ما يريد لهذا البلد العظيم.